الله يعطيكم العافية. أنا حاب أشارك معكم تجربتي بمرض كورونا وبتجربة برضو أخذ المطعوم. الحمد لله كانت تجربة سهلة وبسيطة. المطعوم اللي أخذته اللي الكل بتخوف منه اللي هو أسترازينيكا هو فعلا في عليه أعراض جانبية ولكن تمتد ل 24 ساعة وبعدين هني ما شاء الله مثل ما أنتم شايفين الحمد لله مداوم أموري تمام تمام. بحب أشجع كل الشباب وكل الصبايا اللي بالشركة إنهم يأخذوا هذا المطعوم لأنه يعني في سلامتنا وسلامة أولادنا وسلامة أحبابنا. فيا أخوان المطعوم راح يصير ضرورة ملحة، هو الآن متوفر بكميات كويسة، فروح سجل خذ اللقاح لأنه الآن أفضل من بكرة، بكرة أفضل من بعده. فرجاء الكل يأخذ المطعوم لسلامتك أولا وآخرا. شكرا لكم جميعا. يعطيكم العافيه. انا طبعا سجلت لاخذ اللقاح كوفيد 19، الحمد لله ومشت الاجراءات بسهوله واخذت اللقاح وما شعرت باي اعراض. انا زيكم كنت شاعر بتخوف، لكن بعد الاخذ بالاسباب قررت اخذ المطعوم من يومين والحمد لله الامور طيبه، ما كان في اي اعراض والاجراءات كانت سريعه وسلسه. بنصح الجميع وبشجعكم تاخذوا المطعوم حمايه لاسرتكم، اسره الاي سي تي واسرتكم بالبيت. والحمد لله يعني هي لي اكثر من 24 ساعه ماخذ اللقاح والامور كلها تمام وما صار علي اي اعراض الحمد لله. انا حاب اوجه يعني دعوه لجميع زملائي يسجلوا على المنصه وياخذوا اللقاح لانه بصراحه كثير راح نستفيد منه بالايام الجايه. الوضع الوبائي بالاردن يعني ان شاء الله انه يتحسن، الوضع الان كثير صعب واللقاح هو الحل الوحيد والسبيل الوحيد على انه ان شاء الله نتخلص من هذا الوباء وترجع الحياه للوضع الطبيعي. مرحبا، انا اخذت مطعوم كوفيد 19 وانا كنت متخوف زيكم، لكن لقيت الاجراءات سلسه وسهله والحمد لله الاعراض الجانبيه تكاد لا تذكر. بشجعكم اجمعين زملائي عشان تاخذوا هذا المطعوم حمايه لانفسكم لعائلاتكم ولزملائكم في داخل شركتنا الحبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا زميلكم اشرف البنا. يا اخوان لازم تبادر وتسجل بالمنصه. أنا من الناس اللي كنت من أوائل المبادرين بشهر 12 والحمد لله أخذت اللقاح الجرعة الأولى والجرعة الثانية وصار لي شهرين أنا محصن من المرض. أنا بحث كل الشباب كل الناس إنها تروح وتسجل من أجل الحصول على اللقاح وذلك من أجل حمايتك، حماية أطفالك، حماية أولادك، حماية زملائك، حماية جيرانك. لازم نأخذ اللقاح، لازم نطلع من هاي المرحلة اللي إحنا فيها يا أخوان. اللقاحات آمنة فعالة 100%، لازم نطلع من هاي المحنة اللي احنا فيها، لازم ترجع حياتنا مثل ما كانت من اول. اتمنى من الجميع انه يكون مبادر وسجل بالمنصة ويسارع الى اخذ اللقاح باسرع وقت ممكن. كل ما كان عدد المتلقين للقاح كبير وزادت النسبة كل ما ادى ذلك الى خروجنا من هاي الازمة باسرع وقت ممكن. يعطيكم العافية، معكم ينال طور زميلكم مدارة العمليات. حبيت اشارككم اليوم تجربتي في تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على الرغم والحمد لله مع عدم امتلاكي لأي سيرة مرضية والوضع أتمتع بوضع الصحي الجيد إلا أني بادرت من اللحظة الأولى بالتسجيل لتناول هذا اللقاح. وجدت من واجبي تجاه نفسي وتجاه أهلي وتجاه زملائي المبادرة لتناول هذا اللقاح. أنصح الجميع بالمبادرة وتسجيل لهذا اللقاح لما أوصى به جميع من العلماء وعديد من الجهات المختصة وله فوائد في ظل الجائحة التي نعيش وتطور الوضع الوبائي في الأردن. الله يعطيكم العافية، أنا اسمي علاء هنية، أخذت مطعوم كوفيد 19 والحمد لله ما في أعراض جانبية. بشجع الجميع إنه يأخذوا المطعوم. التجربة كانت كثير سهلة، ما في أي أعراض جانبية نهائياً، وبنصح الجميع إنه يأخذ المطعوم. يعطيكم العافية شباب، أنا إيهاب رواجدة، بحب أحكي لكم إنه الحمد لله أخذنا المطعوم، أمورنا ممتازة، ما في أي أعراض الحمد لله. بنصحكم جميعاً إنكم تبادروا إنه تسجلوا بالمنصة، كونه هي الطريق الوحيد الآن إن نطلع من هذا الوباء اللي إحنا موجودين فيه. مش بس عشانك، عشانك وعشان عيلتك وعشان أهلك وعشان أبوك وعشان أمك، لازم إن نتعاون مع بعض لحتى ما نوصل لنخلص من هذا الوباء بأسرع وقت ممكن. همتكم يا شباب لازم نتسجل، خلينا كليتنا مع بعض، ما في خوف، ما في أي شيء، ما في أي أعراض الحمد لله. إحنا الحمد لله من البلدان اللي أخذت ومشت بهذا الموضوع بشكل كتير ممتاز. بشجعكم ولازم نمشي مع بعض. والله يعطيكم العافية.